دقيقة يا خلوه سلام. لنا صفر. الحامد حاشي ولا الحامد الحامد؟ حاشي ايه قلنا يلا تم هنا نروح أربعة نلعب بلو طق 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 ويقوم الفريق اللي منهزم ويجي خالد أخويه الفريق احنا ستة يجي هو أخويه اللي معه يلعب بلو يول الوقت راح طقة طقتين وقدت اي غلق يا خالد كم باقي هو يطلع في الساعة قال ها باقي له دقيقتين بس ما ودي يقول لنا خلاص انا اليوم الباقي دقيقتين قلنا يلا دقيقتين قال فيصل بالله طف على قدر واكبس الرز انا غاسلين الرز في القدر اللي جنبه ما ذاق ملح ما ذاق بهارات ما شاف كمية اهم شيء لا ما شاف اهم شيء لا هو على باله ان الكبسة هي اللي بتجهز من نفسها وانا اقوم هو اول مرة يطبخ اي وانا افكر لا ادرب الرز كله حن مع خالد حامد انا اضرب الرز كله ابوه انا اقفل القدر قال اضغطه واحط صفر وانا اضغطه وانا احط صفر قال عشان لا قدوه جميله من خالد من كبه من قود ومن ذا ايه هو يبها زي كذا جود يوم جيت اقفل القدر لا المظاهر محل محق القدر كله قدر ما اوه يا انا استغربت وانا عود قلت يا يمكن طبخته انا اللي علي احط ايه انا ما عارف اطبخ اصلا اللي عليه يظبط الطبخ وانا اقفل وانا احط السفارة تست يوم تست كم نحسب له يا خالد قال احسبوا له ربع ساعة الرز قلت ها زين هذا بيخرب الضغط بس بيضغط الضغط اكثر طق بلوت طق بلوت طق بلوت طق بلوت الاذان الفجر انا طالع في الساعة معي في الجوال طال راحت 45 دقيقة الرز يا خالد قال نسيت 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 هو يطلع البلوت ويقوم عادي يوم فك القدر لا قدر ما ما مسبح ما هو بقدر يا ولد 45 دقيقة ولا شرب رز ما ولا الظهر الرز اكتفى من الماء أبك شرب ورد اللي شربه يا خالد شو العلم الرز ما ولا أنا ثري ولا محروق ولا أعلمك هاي ارصير مقلي ارصير يا خالد شو العلم قال إيه عيال أنتم تقولون إلى 45 دقيقة أبك ما أنا شايف لها الحين أصبر أصبر يرد على النار يخلي القدر ما ما قال عشان يظهر الماء قلت والله إنك طباخ يخلي القدر مكشوف يظهر الماء أخذنا شوي ويقول بقى برز يحوس بالملاس لا محاصر رز ما برز عصيدة والله العظيم عصيدة كان قال اليوم حب نجيبك مريس عصيدة مريس حساوي الحمة الحاشي والله ما في الحمة في العظم لا كل ابوه راح انتونا متفرز شربه طايح من شربه ما في الله يسمعك يا خالد اخوي ها خالد قال خالد اخوي اكبر منك ولا اصغر؟ اي اكبر مني يا عيال يا عيال قال اسمعوا جيبوا الشخال وبكب الماء وكذا لا لا يطبخ لا الحين يعني الحين طباخ الحين هو الطباخ رقم واحد عندنا صدق خالد اخوي هذا قديم الكلام هذا قبل خمس سنين يمكن قال هجيب الشخال نبى نشيل الماء بس نبى نغرف الباقي انا عوجي من الكيلو الحاش قلنا يلا ايه والله والله ما قهر الا كيلو الحاش احنا نضربها الحين انا ما هم من الحاش انا هم من الرجال اللي عازمينه اخوي نمون عليه بس عازمينه وتو طالع من دوره يا بلع قول هذا هريش هريش يا بلع عيش تنزال يبي يذوق شيء زين احنا نضرب الكبسه فصح اليوم ضربنا الكبسه فصح لا حتى شوخه ما تبي شوخ الكلام في الطعم ولا طعم ولا لا منظر لا طعم لا ما راح تسني شوفها الحين راح ابيعها مع عمرك والله لا منظر طيب لحم شيء يا فاز ما في لحم في عظام قدامك واللحم اذا قمت تفتش فرز تلقى لك قطيعه ثلاث قطيعه قطعتين والله نبشرك ان قمنا من الصحن كل واحد اخذ اللقمه اللقمه انا شكه وروح ها علم خالد اخوي قال لا عاد تقرب اقدور لا الحين يعرف اطبخ حتى لو اني اعرف حاول يطبخ الكبسه الصياديه لمده خمسة شهور صياديه ما قدر اسهل طبخه ما اعرف لا بسيطه صياديه سهله ما اعرف لا احرق البصل بس اي هو ما اعرف له حركه البصل مفرمه بس ما اعرف له انا اسوي طبخه خالد كان طبختي انا مساعد لا خالد ما اعرف له الحركه هذه حق تحريق البصل شرى جميع انواع البهارات حط معجون طماط ما نفع شال الصلصه بس من كل ما غمق الذين هذا تصير صيادي
ايه كل شوي يغمق اللون كل بس شوي بعضهم تصير مر حط كركم حط كل شيء عيد تمشي اللي صدق ما يعرف تصير مرارة الحمسة البصلي تصير فيه أفاء الرز ايه. هو يشخل ترى مرات يشخل ومرات يحط سكر لا يشخل يشخل ويحط سكر ما يحط سكر ما يحط سكر على وخرة مرارة مرارة حرق البصل خل بصل كلها من كتير تبى تكبس عشان ما يمرر برز ولد أحيانا شير حالي يا الربعة شير إيه أحيانا تير حالي الربعة أنا على سالفة الشيف وما شيف يعني الطلعات الكشتات أنا طول عمر السلام وكنت أنا الشيف رقم واحد النمبر ون في عزيم الخاد أخوي لا لا بين خواري قلت كنا صغار كل المهم طول عمر السلام هو إيش كانت الطريقة كنت أخذ السندويشت الصامولي اخذ الصامولي يا طول عمره سلام احطه على على الفرن اقلب اقلب لين يجي كيس كيف يصير؟ قرمش انت معي اشقه يا طول عمره سلام احط شوي جبن اذا حطيت الجبن ارجع بس 7 ثواني بالدقيقه ارجع عشان يجيكم قرمش مع مع ذوبان ذوبان الجبن المهم يا طول عمره سلام واحط لهم ما تدري اني احط على الجبن بقدونس كذا عشان يشوفون منظر بس اي واروح يا طول بقدونس اي وابوي وامي ما ادري فين فين كان يا طول عمر السلام انا ومشعل اخوي واحد من اخواني بس والله ما اعلم عنهم المهم يا طول عمر السلام ادخل يلعبون بلاي ستيشن انا ابغى العب بلاي ستيشن قال جاء دورك جاء دورك واحط 3 صامولي على ضوء واشغل ضوء اخر شيء واشوف الصامولي اوكي يطير بالحراره يا طلع عمر السلام واجي جول ونسيت منه قلت على الفرن يا طلع عمر السلام ورب الكعبه يرجع وادخل يا طلع عمر السلام اطفى الغاز واجيك اشغل خلاص النور يا طول عمر السلامة هو في نار في نار بس انه يهدى اطفيه واشغل ايش النار الصامولي الصامولي 2 فوق الثلاجة وواحد على خرق الشكل وواحد مين على 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 الباب على طول كده وقاس يا اسود قحمو يحسبون هيدي المهم يا طول عمر السلام المهم يا طول عمر السلام يجيك ويجي الخوار يا طول عمر السلام وانا في فجعة من الغاز لذا الحين عند فوبيا من الغاز لاني في فجعة اشوف في ذني تكلم بعيدة تتكلم صوت 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 فجرة صح لما يطلع عمر السلام يوم شلوني لريحته قاعده عرفت لما شبيت ريحه شلوطه اي اروح يطلع عمر السلام لكم والله منه شعر ما البشر لا حول شخصيه كذا بدا شعري منه وورا الله والحواجب تقعدت لين ما عاد باقي له شعرتين طويله منه والرموش كلها تقعدت وجهي كامل والله الله اي والله طلعت كان عاد احنا مهرجنا انا ليش طلعت عاد كن هذا المبيط احنا مسكت طلعت كن ايه مسكت زوال خلت بسبب مسانده اقول لاني ارتحت امس حتى بالدخوليه طلعت بسبب مسانده مسكت سوالف عن العيشه يوم ان الرجال صايم اول مره نسولف عنها لك اول مره تسولف عليه والله قال يقول قبل شيء اتمنى بعيد القبات بعشيرها حاليا من يا ولد شيل حالي شيل حالي شيل مر والله تصير والله اخو شو اسمه فيصل اول مره اي انا اول مره يطبخ انا اول مره طبخ طول العمر انا ودي اجرب ودي اجرب الطبخ عندي نفس ودي اطبخ ودي اقطع وكذا واشتغل بس ما اعرف ترتيبها يعني عندي ملح وبهارات ورز وماء حلو انا ما ادري كيف اوزنها فكذا